من أجل مجتمع يتمتع بصحة مستدامة ومصان من الأخطار الصحية وتترسخ فيه ثقافة الصحة مسؤولية الجميع. من هذا المنطلق دشنت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الوسطى حملة التخطيط الأسري لعام 2024. تم تدشين برنامج التخطيط الأسري بمحافظة الوسطى تحت شعار هي لنا حضن، وحقيقة هذا البرنامج بشكل عام يهدف إلى تحسين صحة المرأة وكذلك تحسين صحة الطفل، سواء كان التحسين النفسي أو التحسين الجسمي، وكذلك يهدف إلى تخطيط أسري سليم. هو ليس تحديد للنسل ولكنه هو تخطيط أسري سليم. البرنامج يهدف إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع وإثراء فكرهم بأهمية التخطيط الأسري في خفض مرضات ووفيات الأمهات والأطفال والنهوض بالمجتمع وتحسين السلوك الإيجابي للمجتمع. واستهدف البرنامج جميع أفراد المجتمع المتزوجين أو المقبلين على الزواج. توعية اليوم كانت ناجحة ولله الحمد وواصلة، تحدث عن جميع آثار أو السلبيات التي تعايشها المرأة من أثر الولادات المتكررة، كيف تقوم المرأة بحماية نفسها وحماية أسرتها والحفاظ على الاستقرار الأمان أيضا الاستقرار المادي للأسرة. حضرنا اليوم حملة تدشين التخطيط الأسري، فبالتخطيط الناجح تتكون أسرة ناجحة وأسرة صحية وبالتالي نكون مجتمع صحي. كما حمل البرنامج على طياته محاضرات توعوية بما يخص المرأة والطفل، إضافة إلى معرض توعوي اشتمل على عدة أركان تثقيفية. ويعد التخطيط الأسري أحد التدخلات الأساسية لتحسين صحة الأم والطفل والمؤشرات الصحية المرتبطة بهاتين الفئتين. نحو صحة مستدامة للجميع أتت حملة التخطيط الأسري بمحافظة الوسطى في نسختها الجديدة من ولاية هيماء فهد بن بطي المرشودي.